طيب ازيك يا عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بس عاوز اعمل فيديو، يمكن بس انا متاخر، يعني عاوز اعمل فيديو عشان اتكلم عن نقطه مهمه بخصوص بس الموضوع ده اليومين دول عن الثانويه العامه، عشان بس يعني بحس بنوع ما من الظلم. يعني خلينا نتكلم عن نقطه مهمه، بس نقطه كليه القمه وقع، ماشي؟ عشان في ناس وطبعا مدرسين يعني بيتكلموا على نقطه انه اللي ما لحقش يا جماعه ندخل كليه طبيه عادي، واسمها كليه قمه وكليه قاع، واصنع قمتك بنفسك وخش اي كليه واثبت نفسك والكلام ده، في حين ان هو ذات نفسه من المدرس نفسه كان هو برضو اللي عمال يتكلم على الطب والاطباء ومش عارف ايه، ولما بتنزل نتائج الثانويه العامه هو اللي بيقعد ينزل يقول الدكتور كذا والدكتوره كذا والطبيب كذا والطبيبه كذا، ويقعد يعلق السماعه ويجيب مش عارف المسطره بتاع المهندسين والكلام ده. فيعني بيحصل اللي هو نوع من انواع الليونه او المرونه، بحيث ان هو يبقى كويس مع كل الطلبه في وقت الدراسه، يبقى يقنعهم كلهم ان هو ما فيش الا الطب ووقت النتيجه، عشان ما حدش يزعل منه او عشان ما حدش يقول يعني ان هو الماده بتاعته وحشه ولا مش عارف ايه، يبتدي ان هو ايه يقول معلش واصنع قمتك بنفسه والكلام ده. هنا بس السؤال، انا هتكلم عن نقطه معينه، هل كليه الطب او الكليات الطبيه عامه سواء صيدله اسنان علاج طبيعي بيطري، هل دي الكليات دي كليات قمه ولا مفيش حاجه اسمها كليات قمه؟ هي دي بيحكمها او لا؟ من حيث مجتمعي، نظره مجتمعيه، يعني ايه؟ انا حضرتك لما تدخل كليه طبيه نظره الناس الاجتماعيه ليك هتبقى عاليه جدا، كويسه جدا، قيمتك في وسط عيلتك، في وسط شارعك، في وسط لقائك حتى بتبقى اعلى بكتير من اي وظيفه تانيه. مش معنى كده ان اي وظيفه تانيه انت قيمتك قليله، مش ده المقصد يعني، بس لا بيفرق، يعني بتحس ان انت في مكانه اخرى، في مع مجتمع اخر، يعني بنظره عليه شويه. اوكي، ده صح 100%، يعني دي ما حدش يقدر ينكر دي 100%، سواء كنت في كليه طبيه او حتى دخلت هندسه. اوكي، بتبقى في مكانه عاليه شويه علميا اجتماعيا، اعلى بكتير من اقرانك او من اللي داخل اي كليات اخرى. اوكي، ناس تانية كلها على عيننا وعرسنا، بس بتبقى اعلى سيكه، يعني اعلى مكانه، افضل شويه حتى بعد كده في الشغل نفسه، بتبقى في مجتمع اعلى شوية. حلو كده. انما حديث عن كليه قمه وقاع من حيث الفلوس، لا دي بيحكمها الرزق، يعني دي ما اقدرش اقول لك او لا. يعني هل انا لو دخلت كليه الطب هبقى ناجح ومعايا فلوس كتير جدا؟ ما اعرفش. طب هل انا لو دخلت كليه عاديه، كليه تجاره، كليه تربيه، كليه اداب، صار السن الكليات العاديه يعني، ودخلت هيبقى معايا فلوس كتير جدا؟ ما اعرفش. طب هل هبقى فقير؟ ما اعرفش. ما هو ما حدش يعرف يعني يحسبها، لان ده يا جماعه رزق عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تخش طب ويبقى فلوسك قليله ووضعك المادي مش احسن حاجه، ممكن تخش طب تلاقي معاك فلوس كتير جدا جدا وتلاقي وضعك المادي عالي جدا بقى، وتعيش في مدينتي والتجمع وتروح العالمين والكلام ده. وممكن العكس، يعني ممكن تدخل حاسبات، ممكن تدخل تجاره، ممكن تدخل اداب، ولو انا حاسبات دلوقتي يعني اصبحت كليه كويسه، ما علينا. يعني ممكن تخش كليه عاديه وتفتح مشروع عادي وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بفلوس كتيره جدا وتعيش كويس جدا، خلاص. فهل هي كليه قمه وقاع؟ اجتماعيا وعلى فكره اجتماعيا جوه بره مصر، عشان ما حدش يقول لي ده جهل، يعني ما حدش يجي يقول لي الناس بتبص للدكتور احسن من بصيته من الوظائف الاخرى، بتبص له بص اعلى وتدي له احترام كبير جدا، ده الجهل بتاعنا كمصريين وان احنا مش عارف. لا، ده هو ده موجود بقى جوه وبره، يعني كانت الطبيب جوه مصر او في اي دوله اخرى، سواء كانت الدوله دي متقدمه او دوله متاخره، عاليه جدا نظره الناس، عاليه جدا. لو انت في امريكا، لو انت في اوروبا، لو انت في الخليج، لا نظره الناس ليك عاليه جدا 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 عن نظرتهم ليك لو انت حاجه تانيه. واديك مثال بسيط، يعني شوف مثلا لو واحد بيسافر مثلا يشتغل في السعوديه او يشتغل في الامارات، شوف مثلا لو هو رايح يشتغل في شركه عادي او وظيفه عاديه جدا، شوف مرتبه هيبقى كام، وشوف لو هو رايح كطبيب شوف مرتبه هيبقى كام. بتكلم فروقات كبيره جدا، في اطباء شغالين في السعوديه ولا شغالين في الامارات مرتباتهم بالدولار. فنظره الناس مجتمعيا دي ده في العالم كله اعلى هنا بقى، هنا قمه اعلى من الكويت الثانيه. انما موضوع الفلوس ده لا يحكم شيء الا الرزق فقط لا غير، خلاص. فعشان بس الكلام على انه بقى ايه، في دكاتره مش لاقيين ياكلوا، دي دخلت طب ودي دخلت حقوق والاثنين كانوا زمايل واصحاب، فدي عملت عمليه غلط فاللي في حقوق خرجتها من السجن فدي اشطر من دي، ده هبل، يعني ده اسمه هبل، ده محاولة اقناع فاشلة. اوكي، مش يعني مش هي دي الطريقة يا جماعة اللي بنحاول ان احنا نقول للناس انه دي كلية احسن من دي ودي كلية اوحش من دي. خلاص، كل واحد دخل اخذ درجته، هيدخل كلية معينة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه فيها، له رزقه مكتوب له، اهم حاجة هو يسعى ويجتهد ويشتغل على نفسه ويطور من نفسه وياخد بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى هيوفقه، سواء دخل كلية طبية او دخل اي كلية تانية. بس كده.